أكدت وزارة التموين أنه تم توريد 3,800,000 طن من القمح المحلي منذ بدء موسم الحصاد، بما يمثل 91% من حجم المستهدف. وقالت الوزارة إن احتياطيات مصر الاستراتيجية من القمح تكفي ما يتجاوز 5 أشهر، فيما تكفي الزيوت النباتية ل4 أشهر و3 أسابيع، لافتة إلى أن مصر قامت خلال الفترة الماضية بتنويع مناشئ استيرادها، حيث تم الاستيراد من فرنسا وألمانيا ورومانيا وبلغاريا والولايات المتحدة.